حياكم الله ويعطيكم العافيه، ونسعد في هذا اليوم ان شاء الله باستضافه الدكتور سعد الرشيدي. الدكتور سعد الرشيدي استشاري علاج اشعاعي الاورام، وكذلك رئيس المؤتمر المقام حاليا في المملكه العربيه السعوديه. باذن الله راح ناخذ من الدكتور سعد هذا اللقاء ونستفيد منه من خلال وجودنا في المملكه للحديث عن هذا المؤتمر، كيفيه الاعداد هذا المؤتمر، كيفيه التنسيق مع الخبراء اللي شاركوا في هذا المؤتمر، وغيرها من المعلومات والمواضيع أخرى. معكم أحمد الشكري، بودكاست فوتونز. يعطيك العافية دكتور سعد رشيدي، ونوالا نتشرف في منظمة الشرق الأوسط للفيزياء الطبية في استضافتك على هامش هذا المؤتمر المقام في المملكة العربية السعودية. بداية نشكركم على سعة صدركم وكذلك على حسن الاستضافة، ما قصرتم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نأمل بإذن الله تعالى أن يكون هذا ليس التعاون الأول ولا يكون التعاون الأخير بين جمعية العلاج الإشعاعي للأورام للشرق الأوسط والميفوب. في بداية دكتور سعد، حاب تحدثني عن دوركم، كيفية أتت الفكرة لكم في تنظيم هذا المؤتمر المقام حاليا في المملكة العربية السعودية. أول شيء أرحب فيكم ومرحبا بالرياض وبلدكم الثاني، وصراحة يعني أسعدنا مشاركتكم، ومنظمة مهمة جدا في الخليج وفي المنطقة بشكل عام. جهودكم بارزة وغنية صراحة عن أنه نتكلم عنها، وما عندنا حتى وقت نتكلم عنها. بالنسبة للمؤتمر، بدت فكرته قبل سنتين أنه إحنا بحاجة في المنطقة إلى جهود تجمع المراكز الأورام، خاصة للمراكز العلاج الإشعاعي بشكل عام، أنه يكون فيه جهود موحدة خاصة في الخليج والمناطق المجاورة، توحيد الجهود وتوحيد خلينا نقول الأعمال والمعالجة بشكل عام. لأنه فيه بعض الجهود اللي يكون خاصة مركز معين فالمركز الثاني مثلا ما يعرف عنها. فبدأ اللي هو تأسيس الجمعية قبل سنتين، تم افتتاح المؤتمر الأول السنة الماضية بشهر ديسمبر. الحمد لله كان الحضور جيد جدا، جميع دول الخليج شاركت فيه، تركيا، لبنان، وباكستان، والدول العربية ما فيها مصر والأردن، وفي حضور جيد برضو من دول العالم بشكل عام. أنا لاحظت دكتور سعد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني عدد المشاركين حاليا في هذا المؤتمر من 40 دولة، فهذا يدل ما شاء الله على التنسيق الممتاز والمميز اللي سبق لإعداد هذا المؤتمر، ودليل عدد المشاركين ما شاء الله 40 مشارك من 40 دولة من مختلف دول العالم، فهذا يعتبر نجاح يحقق لكم ويذكر الأمانة اللي تشكرون عليه في أنكم قدرتوا تجمعون هذا العدد الكبير من الخبراء في هذا التخصص للحضور إلى هذا المؤتمر. هذا يقودنا دكتور سعد إلى سؤال آخر، هو كيفية التنسيق مع هؤلاء الخبراء لحضور هذا المؤتمر. وكذلك الأمانة اليوم أسعدني صراحة، شفت أحد المحاضرات عن طريق الأونلاين مع دكتور البروفيسور سيف الحق، قدم محاضرة أونلاين، فهذا يعتبر أيضا من الأمام اللي ساعدت في نجاح هذا المؤتمر من خلال وجود الإكسبرت الخبراء. فكيف تم التنسيق معهم؟ طبعا النجاح لنا كلنا، وكجهود الحمد لله إسلامية وعربية ودول الخليج بشكل عام، وجهود برضه من المملكة العربية السعودية. هنا فيه بعض استقطبنا بعض خلينا نقول الخبراء اللي يكون عن طريقهم التواصل مع الخبراء في المناطق الأخرى. طبعا يتم دعوتهم خلال الإيميل أو خلال في طرق للتواصل معينة. ففيه خلينا نقول فيه محاولات جادة من العالم كله للتطوير والاستثمار في دول الخليج بشكل عام. وما فيها المملكة العربية السعودية الآن فيها أنه بيطورون خاصة في العلاج الإشعاعي والأورام. فالناس تتجه أنه ليش مثلا ما نكون مثلا مع هذه الجهود المباركة، التطورات اللي قاعدة تحصل في العالم. صحيح. فأنا صراحة يعني مبسوط بالجهود اللي بذلت، وإن شاء الله حتى مع جهودكم الآن وجهود الإخوان في جميع دول الخليج ومساعدتهم أنه يكون العمل جماعي أكثر. نعم. ويكون برضو التطوير أكثر، وخاصة أنه مطلوب منا تدريب الكوادر
ومطلوب منا نقل بالضبط نقل الجهود الموجودة من مركز إلى مراكز أخرى لتطوير المنطقة بشكل عام. نعم دكتور، بحكم أنك ترأس هذا المؤتمر المقام للأمانة، يعني المؤتمر إلى الآن محقق نجاحات كبيرة، فودنا نعرف ما هي الخطوات الأخرى اللي راح تأتي إن شاء الله بعد هذا المؤتمر بإذن الله تعالى. طبعا هو احنا كل مؤتمر نتعلم من ايش خلينا نقول نقاط الضعف او ايش الاشياء اللي ممكن نحسنها. نعم. وبرضه كيف مثلا ان نخلي الاخرين برضه يشاركون معنا، والخبراء خاصه من التقنيه. الان اللي اكبر شيء هام بالنسبه لنا انه خاصه الفيزياء الطبيه او التقنيه بشكل عام او علم التكنولوجي بشكل عام مهم جدا بالنسبه صحيح. لنا صحيح. واحنا نعتمد عليه في المعالجه ونعتمد عليه في التشخيص وتطويره، يعتبر من تطوير الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه تقديم خدمات صحيه. صحيح. فمثلا منظمه الشرق الاوسط للفيزياء الطبيه كما ذكرت جهود مباركة جدا، لهم أعمال تذكر بكل صراحة يعني مكان. إحنا سعيدين إنهم يكون بيننا تعاون بإذن الله، بإذن الله منسق، ويكون إنه جهودنا تتم على جهود أكبر بإذن الله، ويكون بيننا حتى يعني إنه نكون ممكن نرعى نفس المؤتمرات مع بعض، أو إنه مثلاً نسوي بعض الكورسز لتدريب الكوادر بالضبط في من منطقة إلى منطقة أخرى، ويكون نقل التجربة للمناطق الأخرى بإذن الله. دكتور سعد، حضرتك طرقت إلى الحديث عن التطورات التكنولوجية الحديثة واستخدامها في الفيزياء الطبية أو العلاج الإشعاعي والأورام. ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهدنا خلال وجودنا في المملكة العديد من المستشفيات والعديد من المراكز الطبية المتخصصة في العلاج الإشعاعي والأورام، فودنا تحدثنا عن هذه القفزة اللي حدثت في استخدام التطورات التكنولوجية الحديثة. طبعا بالنسبة خلينا نقول بالتكنولوجيا بشكل عام، المملكة العربية السعودية ودول الخليج تقدمت الحمد لله في التقنية العلاجية. فيه جهود بذلت للعلاج الإشعاعي الخارجي أو تقديم العلاج الإشعاعي الخارجي، ما فيها التقنية، التدريب، تدريب الكوادر الصحية من الفيزياء الطبية من جميع الكوادر. صار فيه نقلة خلينا نقول نوعية في المملكة خاصة ب 2021. كان تم إطلاق أول معالجة في سرطان البروستاتا في المملكة، اللي هو باستخدام القسطرة العلاجية الإشعاعية عن طريق اللي هو المسبار الإشعاع الصوتية اللي يكون داخل العملية، المريض ما يتحرك أبدا، معالجة دقيقة جدا. وهو نقلة نوعية صراحة، لأنه يساهم إلى نسبة شفاء عالية جدا، وطبعا هذا مساعدة الفيزيائيين والطبيين ومساعدة الكوادر الصحية. فإحنا برضو نتمنى أنها تنقل هذه التجارب برضو للمناطق المجاورة. الآن علينا عاتق كبير أنه نطور التقنية خاصة في التصوير الحي كالتصوير بالرنين المغناطيسي خلال العلاج الإشعاعي، أو التصوير الحي خلال إعطاء العلاج الإشعاعي، فهذا يكون مواكب لأكبر المراكز في العالم كمركز MD أندرسون أو مركز مايو كلينيك، بذلك نكون إن إحنا منافسين عالميين لهذه المراكز، ولا يحتاج أن نرسل مثلا مريض خارج المملكة أو من خارج الكويت أو المناطق الأخرى. نعم دكتور سعد، يعني ما يخفى على حضرتك أن يوجد هناك العديد من المرضى من يسمع كلمة عفوا العلاج الإشعاعي يبدو هناك في نوع من التخوف من تعرض الإشعاعات، فودنا من خلالنا بما حضرتك يعني من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، يعني تطمئن السادة المتابعين بأن يوجد هناك جزء آمن وفي هناك أمان في استخدام العلاج الإشعاعي. طبعا العلاج الإشعاعي اولا هو يستخدم اكثر من 80% تقريبا المرضى السرطان خلال مسيرتهم مع الورم، سواء اعطي كمعالجه اساسيه او معالجه ثانويه او معالجات اخرى. بالنسبه للعلاج الإشعاعي خلينا نقول المضاعفات او انه يسبب اي مضاعفات كاي معالجه اقل بكثير، ومضاعفاته محدوده خاصه اذا استخدمت التقنيه المقننه عالميا ويكون حديثه التقنيه حديثا، وخاصه يعني
يعني على العشر سنوات الماضية كان في قفزة عالية جدا بالدقة بإعطاء العلاج الإشعاعي بالتقنين في التصوير الحي كما ذكرنا، وأيضا بتدريب الكوادر الصحية سواء في الفيزياء الطبية أو في التخصص من قبل الأطباء أو المساعدين. فهذا أدى إلى حرص أكبر أن يكون دقيق جدا ويؤدي إلى مضاعفات أقل بكثير. طبعا العلاج الإشعاعي ليس له يعني مضاعفات أنه أكثر مثلا من المعالجات الأخرى. طيب دكتور سعد، الأمانة من الشغلات اللي يعني شخصيا سعدت فيها جدا في هذا المؤتمر، الأمانة دعمكم للطلبة، لاحظت صراحة يعني جهد كبير للطلبة في هذا المؤتمر من حيث التنظيم، من حيث توجيه المشاركين، من حيث الدعوات. الأمانة يعني مثل ما نقول احنا حافين حوف باللهجة الخليجية، فما ودنا نعرف ما هي الخدمات اللي راح تقدمونها سواء التعليمية او غيرها من الخدمات الأخرى للطلبة اللي يدرسون في هذه التخصصات الطبية. طبعا كما ذكرت الطلبة مجتهدين جدا وخاصة المساعدين في العلاج الإشعاعي او ريدي ثيرابيست. طبعا عندنا جامعة وصراحة يشكرون على تدريبهم وتدريسهم، جامعة الأميرة نورة عندهم برنامج العلاج الإشعاعي، حتى جامعة الفيصل ممكن راح يبدون تدريب آخر. احنا لنا يعني يد في التدريب لله الحمد، انا ادرس في الجامعة ومع هذا يكون انه التعاون معاهم او تدريبهم برضه هم طلبة يزيد من كفاءة خلينا نقول التدريب ويكون يخرج ناس ولله الحمد يكون قادرين على حمل المسؤولية. كما يعني شفتهم يعني مشاركين في المؤتمر وعندهم همة انهم مثلا يعني زي ما تقول يسوون اكثر. صحيح دكتور سعد، الأمانة يعني تمتاز المملكة العربية السعودية في ان هناك برامج دراسية معتمدة في البكالوريوس وكذلك الماجستير في تخصص الفيزياء الطبية، فودنا تحدثنا عن هذه البرامج الدراسية الموجودة في جامعات المملكة العربية السعودية. طبعا أغلب الجامعات فيها الفيزياء الطبية تدريس وبعدها يكون فيه يتدربون في المستشفيات ويكون مثلا بعدها الماستر والبي اتش دي. فيه جهود تبذل الآن أنه ممكن يكون فيها ماجستير ويكون فيه تدريب برضه يعني زي ما تقول للفيزياء الطبيين، ويكون إن شاء الله هذا يزيد من كفاءة الخريجين والتنافس بينهم لكي يقدموا خدمة أفضل طبعا. صح. للمريض، وبالأخير المريض هو أهم شيء، احنا كلنا نشتغل لخدمة المريض وتقدم رعاية صحية. الله يشفيهم يا رب. طيب دكتور، الأمانة أنا من خلال وجودنا في المملكة لمسنا مدى اهتمام القيادة في تقديم الرعاية الصحية ويتمثل واضحا في رؤية 2030 الخاصة في المملكة، فودنا تحدثنا عن مدى التطور اللي لمسته حضرتك في الجانب الأكاديمي أو في جانب الرعاية الصحية بسبب وجود رؤية 2030 الخاصة في المملكة. طبعا المملكة العربية السعودية سعت وتسعى أنه تكون تلعب دور ريادي في الطب إقليميا وعالميا. صحيح. ولله الحمد وصلنا إلى تطورات كبيرة خاصة في التحول الصحي في تدريب الكوادر الوطنية، وبرضه النقلة النوعية في تطوير خلينا نقول التقنية المقدمة في مرضى الأورام بشكل عام والعلاج الإشعاعي بشكل عام. فالآن يبقى علينا أنه توطين هذه الخبرات وتدريب الكوادر الصحية وبرضه تطوير التقنية بما يعني يتلائم ويتناسب مع العالم بشكل أجمل. ما هي دكتور أهم أعمالكم المستقبلية إن شاء الله في الجمعية في الفترة القادمة إن شاء الله؟ طبعا بيكون فيه تدريب مكثف على يوم أو يومين، خاصة بعض خلينا نقول الخبرات اللي تحتاج إلى تدريب دقيق جدا، زي مثلا العلاج الإشعاعي الموضعي سواء في الأورام النساء أو أورام الرجال. وطبعا احنا نسعى وان شاء الله بيكون بيننا جهود موحدة بينكم منظمة الفيزياء الشرق الأوسط، لانه مهمين انتم جدا لنا، وفعلا يعني تطوير العلاج الإشعاعي برضه عليكم علينا عاتق انه مثلا انه يكون انتم جنبا الجنب بالنسبة. باذن الله. كلمة أخيرة تحب دكتور سعد توجهها للسادة المتابعين؟ دائما أقول أنه في عاتق علينا، بس برضه سواء الطلبة أو المدربين برضه عليهم عاتق مسؤولية كبيرة،
يعني كبيرة، إنه اللي هو حضور تطوير الذات، خاصة حضور هذه المؤتمرات زي ما تقولوا، التعاون برضه يعني زي ما تقول مساعدة في تقديم الخدمة العلاجية، وخاصة المرضى السرطان شفاهم الله. شكرا دكتور سعد على وقتك، ونحن ندري المؤتمر ما شاء الله مليء بالمحاضرات والورش، أمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نلتقي فيك إن شاء الله في محاضرات أخرى وفي مؤتمرات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا لوقتك وجهدك دكتور. ما أشكركم، شكر خاص للدكتور مشاري والدكتور ربيعة والدكتور جميع المشاركين والدكتور رفعت جميع المشاركين. شكرا لكم. شكرا دكتور سعد.